من جانبها أكدت سعادة السيدة هاتون دمرير سفيرة جمهورية تركيا لدى البحرين على أهمية الزيارة المرتقبة لجلالة الملك المفدى لتركيا وما سيكون لها من تأثير إيجابي كبير على مسار العلاقات البحرينية التركية. سعادة السفيرة أشارت إلى أن الجمهورية التركية تقدر المواقف الثابتة لمملكة البحرين تجاه تركيا، خاصة أن هذه الزيارة تعد الأولى لشخصية إقليمية رفيعة المستوى بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. تجمع تركيا ومملكة البحرين علاقة وثيقة نظرا إلى تاريخنا المشترك، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1973. إن ما يجمع تركيا والبحرين علاقة متينة ومستقرة، ونحن نحاول أن نطور هذه العلاقات في كل المجالات وليس فقط في المجالات الثنائية بل في المجالات متعددة الأطراف حتى نقوي التعاون المشترك من أجل مصلحة شعوبنا. لقد مرت تركيا بعدد من المواقف المؤسفة من هجمات إرهابية مرورا بمحاولة انقلابية فاشلة، وكانت البحرين أحد الدول الصديقة التي وقفت إلى جانبنا وأزرتنا، وأننا في تركيا حكومة وشعبا ممتنون لمملكة البحرين. تعتبر زيارة جلالة الملك لتركيا أول زيارة رفيعة المستوى من العالم العربي والإقليمي بعد محاولة الانقلاب الفاشل، لذلك تعتبر هذه الزيارة من أهم الزيارات بالنسبة لنا، وجري التحضير والاستعداد لاستقبال جلالة الملك. وبالنسبة لأهمية هذه الزيارة فإنها كما تعلمون زيارة رسمية ولها أهمية خاصة، لأنها تعكس رغبة القيادتين الصادقة في تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها قدما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. كما أن الزيارة تؤكد مرة أخرى على العلاقات الوطيدة الأخوية بين البلدين، وأعتقد أن هذه الزيارة ستحفز توجه القطاع الخاص للاستثمار في البلدين ليكون أكثر نشاطا وفعالية. فتركيا تطورت اقتصاديا وهي الآن سادس أكبر اقتصاد في أوروبا وسابع عشر في العالم، والبحرين من جهة أخرى هي من أفضل الدول في هذا الإقليم من ناحية فرص الاستثمار، إضافة لوجود بنية تحتية قوية، وهذا سيؤدي إلى مشاريع مشتركة. من جهة أخرى هناك الكثير من التحديات في إقليمنا، فالبحرين وتركيا تدعمان جهود حفظ السلام والاستقرار في المنطقة إضافة لمحاربة الإرهاب. أعتقد أن هذه الزيارة ستكون تاريخية وأن سيكون لها تأثير إيجابي على مسار العلاقات البحرينية التركية.